كمواطن جلفاوي أثمن قرارات السيد رئيس الجمهورية الأخيرة في الاجتماع مجلس الوزراء اللي كانت من أهمها من أهم القرارات القرار يتعلق بالمواطن مباشرة اللي هو تحسين المدينة تحسين المدينة والتهيئة العمرانية اللي تمس المواطن مباشرة. حقيقة نريد أن نشكر فرئيس الجمهورية على الاهتمام الذي أولاه لهذه الولاية من خلال مجلس الوزراء الأخير منعقد في 24 مارس 2024، وذلك بحرصه الشديد على مواكبة البرنامج الاستدراكي الذي استفادت منه الولاية أواخر العام المنصرم. من خلال مجلس الوزراء منعقد يوم 24 مارس 2024، الذي أشار إلى وجوب الاهتمام بالتهيئة الحضرية لمدينة جلفة والطابع العمراني الممتزج بالعصرنة، وهو ما يعني نثمنه للسيد رئيس الجمهورية، لأن المدن الكبرى لولاية جلفة تحتاج يعني إلى أغلفة وأرصدة مالية في هذا الإطار.